اهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفاصل على طول شفنا تقرير عن الفريق الاول رجال وعن استعداداتهم، وان الدوري اتاجل لشهر 12 فعندهم فتره اطول يستعدوا. شفنا عوده مؤمن ابو العينين، شفنا عوده احمد جمال. انا بس عايز اقول حاجه قبل ما اروح لفقرتي وارحب بضيفي اللي مشرفني في الاستوديو. مؤمن ابو العينين اتصاب اخر الموسم اللي فات، بدأ الاعداد معهم، هو ده النادي الاهلي، لعيب بيتصاب فورا بيتعالج، فورا بيتعاد بيتجهز من الاصابه بيرجع. النادي الاهلي على طول في الحاجات دي الحقيقه ما بيتاخرش. الف حمد لله على سلامتك يا مؤمن، ان شاء الله يرجع لمكانه الطبيعي ومستواه الطبيعي ويكون اضافه لفريق الاول لكره السله بالنادي الاهلي. الحقيقه قبل ما ابتدي فقرتنا لازم ارحب بكابتن شريف عادل المدير الفني للتنس الارضي بالنادي الاهلي، والحقيقه بيقولوا عليها لعبه الزوات. التنس الارضي دي لعبه اولاد الاكابر زي ما بيقولوا. ازيك يا كابتن؟ اهلا بحضرتك، اهلا نورنا في الاستوديو، بوجودك ربنا يكرم حضرتك كابتن. احب الاول انا اسف بدون قطع كلام حضرتك، ابعت برقية تعزية لفقيد اسرة التنس بالنادي الاهلي الاستاذ سمير شرش، توفاه الله بالامس، ربنا يرحمه يا رب. الراجل كان بالنسبة للتنس بمثابة اب، ويمكن اكتر من اب، بعيدا تماما عن في جزء في وقت من الاوقات جزء صغير كان في، مش هقول خلافات ما بيني وما بينه، هقول اختلاف صغير في وجهة النظر، لكن كنت دايما بعتبره اب، واتمنى يا رب يعني ربنا يسكنه اعلى الجنان باذن الله. كل التعازي لاسرته، الله يرحمه، الله يرحمه. وان شاء الله يعني تفضل سيرته العطره موجوده يعني وسطنا ان شاء الله، وده يمكن اللي يعزينا ويعزي اسرته ان شاء الله باذن الله. كابتن، اخبار التنس الارضي، يمكن احنا محتاجين نحط الضوء قوي النهارده وندي مساحه كبيره للتنس الارضي عشان نعرف الجمهور قد ايه يبذل فيه مجهود. كلمنا، ايه اخبارك، ايه اخبار الاستعدادات، البطولات اللي انت داخل عليها؟ هو الاول احب اشرح ان لعبه التنس دي زي ما حضرتك قلت لعبه زوات، تعتبر من اكتر الالعاب المكلفه، جزء كبير منها بيتحمله ولي الامر، هو اللي بيبقى يعني شايل العبء المالي كامله. بيحاول النادي الاهلي نحاول نساعد بجزء من العبء المالي، مش يعني اللعبه مكلفه جدا على ان النادي يتحملها كلها، وده يمكن اللي هيخلينا نتطرق الى موضوع ان انا طالبت بتعديل لائحه ماليه في الفتره اللي فاتت، والحمد لله مجلس الاداره اعتمدها في الشهور القليله، يعني يمكن الشهر اللي قبل اللي فات، وكانت لائحه فعلا ترجع النادي الاهلي تاني لمجال المنافسه بعد ما كنا بعدنا بلائحه قديمه يمكن اللوائح الماليه فيها كانت عقيمه شويه ولا تنافس الانديه الاخرى. الانديه الاخرى بقت الموارد الماليه اللي بتتصرف على لعبه التنس بقت كميه كبيره جدا، والنادي الاهلي قعدنا فتره طويله جدا على لائحه قديمه، مع انها تعتبر ان النادي الاهلي هو اول نادي في مصر عمل لائحه ماليه، وبس للاسف لم تطور، والانديه الثانيه كلها طورت اللوائح الماليه بتاعتها، فابتدى يحصل عمليه استقطاب للعيبه، فده تهاجر من النادي الاهلي. يعني حصل ان احنا في النادي الاهلي كان لازم نحط حد للموضوع ده، والحمد لله عملنا اقتراح للائحه ماليه جديده، والحمد لله المجلس وافق عليها. طب ملامح هذه اللائحه، طبعا اكيد لائحه ماليه جديده، اكيد في زيادات، طبعا ده موضوع مفروغ منه، ولكن اكيد الموضوع مش زيادات في الميزانيات او زيادات في اعتمادات معينه. ايه ابرز ملامح اللائحه اللي تساعدك على ارجاع الهجور المهاجره تاني من تنس الارض؟ هي طبعا اهم البنود اللي تساعدني على الموضوع ده هي بند العقود، ان حصل طفره ماليه في بند العقود، كان العقود الاول في اللائحه الماليه لفريق الدرجه الاولى بس وناشئين 18 سنه، الحمد لله اللائحه الجديده دخلت كمان فريق تحت 16 سنه وفريق تحت 14 سنه في اللوائح الماليه، زادت المستحقات الشهريه للاعبين اللي هم الغير متعاقدين، مساهمات للمضارب، وفي مساهمات سفر، وفي مساهمات للادوات اللي اللعيب بيستخدمها، كل ده حصل فيه تطوير بشكل كبير جدا، والحمد لله يعني تم اعتماد اللائحه. يمكن للاسف اعتمدت بعد تسجيل بعد بدايه الدوري، فاللي حصل ان اللعيبه اللي كانت في النادي الاهلي زي ما حضرتك بتقول هجرت لانديه ثانيه، حصل لها استقطاب بمبالغ فظيعه كبيره. طبعا، ونامل ان شاء الله ان السنه الجايه كل الناس ترجع تاني بيوتها، لان في منهم ناس كلمناهم وقالوا طبعا النادي الاهلي ده بيتنا، ولازم اول الموسم الجاي كلنا راجعين النادي الاهلي ان شاء الله. الحقيقه بيبقى شعور حلو الحقيقه كابتن، انا يعني حاسس بيك وعارف قد ايه انت مجتهد جدا جدا، يعني انا يمكن اول لقاء لينا على الهوا، بس انا سمعتك
معروفة وقد ايه انت مجتهد ودؤوب، يعني الناس بتتكلم عنك ان انت دؤوب جدا ومتابع جيد. فانت بتتكلم وتلاقي في استجابة من النادي الاهلي انه حاسس قد ايه بالتنس. لا التنس فعلا يعني لعبة انا كل الناس بتستمتع تتفرج عليها، وتشوف انت حتى نجوم كرة القدم نفسهم بيتابعوا البطولات الكبيرة للتنس. امتى نشوف لاعب من عندنا في البطولات الكبيرة بره؟ تنهيدة كبيرة. تنهيدة كبيرة، لان هو الموضوع فعلا كبير جدا. حضرتك لو عايز تشوف حد لعيب دولي في البطولات الدولية اللي بنشوفها في التلفزيون، لازم منظومة التعليم في مصر تتغير تماما. صح، لازم يحصل ترابط ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة. مش وزارة الشباب، بقت اللجنة الأولمبية دلوقتي هي المسيطرة على الرياضة، فلازم يحصل ترابط. لازم يحصل ترابط ما بين جميع الأطراف، إن في الآخر أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أعلم الطفل التعليم اللي يسمح له إنه يبقى بني آدم متعلم ومثقف لدرجة معينة، لكن لو أنت عايز تطلع بطل رياضي مش هينفع تطلع معاه أينشتاين. صح. لازم هتستغنى عن حاجة من الاتنين. لو انت عايز تطلع بطل، هو لازم يبقى عارف ان هو هياخد الكارير بتاع التنس او الكارير العالمي، وهي يعني هيضغى بصوره كبيره جدا على الكارير المهني او الدراسي، يحترف اللعبه تماما. ولازم يبقى عارف ان هو في اي وقت من الاوقات هيقرر انه هيبطل، ما ينفعش يحتاس. صحيح. يعني دي يمكن من اكبر الازمات، انا هاخد الكارير، وفي اولياء امور ما عندهمش مشكله ان هم ياخدوا الكارير ده، بس هم بيقولوا ان انا اول ما هخلص عند سن معينه لعيب التنس هيضطر يبطل، في سن هنقول مثلا 28 ل 30 سنه مثلا، وقتها لو قرر ان هو يبتدي حياه تانية مهنيه، ما عندوش اي خبرات، ما عندوش اي سابقه اعمال، ما عندوش اي حاجه خالص. صحيح. فكان لازم يبقى فيه يعني زي ما بيقولوا يحققوا له الجزء ده، ان انت حتى لو ما كملتش في كارير الرياضه انت راجع ليك مستقبل في كاريرك ده، وهتبقى دايما مدعوم من الناس اللي طلعتك، ودايما انت تحت النظر. ما انتش اول ما بتخلص كارير الرياضي بتاعك انت اتركنت على الرف. يمكن دي اول مشكله. طب يا كابتن، هنقول ان طبعا موضوع التعليم اكبر، يعني التعليم في مصر بيكسر مقاديف اي حد عايز يبقى بطل رياضي. احنا معترفين بده، واحنا طالما نادينا في الاستوديو ده، انا مهندس وخريج هندسه القاهره، وعانيت كتير جدا عشان اخش هندسه وابقى رياضي في نفس الوقت. ومش كل واحد هيقدر ينجح في كده. فحضرتك قلت كلام حلو، يعني بره الجامعات في امريكا هي اللي بتطلع الابطال. بالظبط. طيب خلينا نقول عقبال ما ده يحصل، والله اعلم هيحصل امتى، خلينا نتكلم على الجامعات في امريكا مثلا. ليه ولادنا ما يروحوش، سواء ولاد وبنات، يروحوا في امريكا وياخدوا الكارير من هنا والجامعات ترعاهم ويوصلوا لمستوى معين ويكملوا زي السباحين زي فريده؟ يعني قصدي اقول لك ليه احنا ما نفكرش كده برضو في التنس؟ هو احنا عندنا التفكير ده موجود في التنس، وبالفعل عندنا لعيبه دلوقتي في الجامعات الامريكيه، بس يمكن ما بيلقاش عليهم الضوء زي ما حضرتك قلت ان في العاب شهيده ما حدش يعرف عنها حاجه. لا، احنا فعلا عندنا في لعيبه على مستوى الجمهوريه بتسافر في جامعات امريكيه وعاملين نتائج مبهره جدا، منهم لعيبه مقيده عندنا في فريق النادي الاهلي اسمها ميار شريف. لعيبه مميزه جدا جدا، وفي امريكا اظن عامله احسن نتائج على مدار السنين، تعتبر في تاني اكبر جامعه في امريكا ما شاء الله. لا، وفي عندنا لعيبه كتير سافرت امريكا ورجعت من امريكا، بس هي المشكله ان هي بعد ما بتخلص الدراسه من امريكا محتاج سبونسر. محتاج سبونسرز طبعا، محتاج ان انت لو عايز تطلع بطل عالمي لازم تعيش وسط الاجانب. طب هسالك سؤال يا كابتن، عشان اعمل بطل تنس، ليه احنا بص احنا كل اللي احنا بنقوله ده عشان في الاخر نلاقي سفير لمصر في ملعب التنس؟ وما ادراك يبقى سفير لمصر في ملعب التنس؟ دي لعبه ولاد الزواج بيتفرج عليها ملوك العالم كله. تمام. فمحتاجين سفير من مصر في التنس، انا ما بتكلمش على اي رياضه ثانيه، التنس بالذات. طيب اللاعب عشان نعد ويوصل لكده محتاج ميزانيه قد ايه في السنه؟ خلينا نتكلم بالارقام عشان الناس اللي بتتابعنا. طيب انا هقول لحضرتك حاجه، اللعيب عشان يوصل في المرحله ان هو يبقى يعني هقول محترف، لازم يبتدي يخش بطولات دولية بتتدرج في الترتيب أو قوة البطولة، وابتدي أجمع نقط معينة تدخلني في ليفل أعلى من البطولات. تمام. فأنا عشان أوصل أن أنا أبقى في التوب أو في أعلى حتة في المنافسة، بتاخد ما لا يقل عن من 10 إلى 15 سنة منافسة. في السنة الواحدة حضرتك لازم تلعب على الأقل من 24 ل 32 بطولة في السنة، هي البطولة بتبقى أسبوع، في بطولات بتبقى أسبوعين، بس إحنا بنتكلم على الأفريج العام البطولة أسبوع.
فحضرتك لازم تلعب من 24 ل 32 اسبوع. فلو حصل ان انا العب كده الاسبوع الواحد يعني لو خارج مصر بيتكلف تقريبا ما بين سفر وما بين اقامه حوالي 30,000 جنيه للسفريه الواحده. حوالي بنقول مثلا 1500 دولار بالفيس بتاعت الاشتراك او حاجه زي كده. مثلا. فحضرتك لو ضربنا في 32 انا عايز له في السنه اقول حوالي 50,000 دولار. تقريبا. يعني نقول يعني 700-800,000 جنيه. على فكره ده مش رقم. بس هقول لحضرتك حاجه، انت حضرتك هتصرفه على لعيب واحد. ايوه ما انا هقول لك، ما انا مش هصرفه على 50 لعيب، انا هشوف مين البروميست او اللعيبه الواعده وهتبنى لاعب او اثنين او ثلاثه وفي سبونسرز كتير جدا تقدر تعمل كده. في السكواش بيحصل ده، في السكواش نور الطيب ورامي عاشور واللعيبه الكبار دول كلهم ليهم سبونسر محليين. طيب. نقدر نشوف مين اللعيبه زي ما بنقول على ميار شريف، ايه المشكله لما يبقى في تصور عام ونعرضه. واكيد مجلس الاداره ممكن او المهتمين في الرياضه الموضوع بس محتاج شغل، بيدور على سبونسر يرعاها، والسبونسر ده لما يرعاها سنه واثنين وثلاثه اكيد هتوصل لده. يعني قصدي اقول لك احنا مش هنصرف المبلغ ده على 10 لاعبين. طب ليه؟ هل في عزوف شويه عن الشركات الكبيره في مصر انها تتبنى العاب زي التنس؟ انا هقول لحضرتك حاجه، يعني احنا دلوقتي لو احنا هنقارن الفكر المصري بالفكر الاجنبي، الفكر الاجنبي بيقول ان احنا نطلع 20 لعيب هم اللي يبداوا المرحله، وكل مرحله بيقع منهم حد لحد ما هنوصل في الاخر في التوب ليفل هيبقى معايا واحد او اثنين اللي بيكملوا. لكن انا لو بدات بواحد بس أوصل. هيقع في تاني مرحله. فعشان كده انا بقول لحضرتك ان احنا لو عايزين نبدا مش هينفع ابدا بواحد. انا لازم ابدا مينيمم 10 وابتدي ازودهم واحد ورا الثاني لحد في منهم هيقع وفي منهم هيكمل. طب خليني اسالك، بره بيعملوا ايه؟ هو الموضوع بره سبونسر بيصرف ولا الاتحاد نفسه بيقف جنب اللاعب؟ يعني بره لما نلاقي لعيب زي نادال مثلا عشان يوصل اللي هو وصل له، اكيد كان في قاعده كبيره طلع من 50 لعيب، هو زي ما انت تقول هرم تمام، وفي الاخر تلاقي اللعيب جامد جدا. طيب هم بيعملوا ايه؟ هم الاتحادات فاهمه التفكير ده تماما وعارفين ان هم عشان يطلعوا لعيب عالمي لازم هيصرفوا على 50 لعيب، وقتها هيطلع منهم نادال. لكن هناك طلع نادال وطلع فيرير وطلع خوان كارلوس فيرير وطلع مويا، طلع لعيبه عالميين وكلهم احتلوا المراكز نمره واحد في العالم. فالطبيعي ان انا عشان اعمل قاعده 50 هيطلع لي منها واحد، هم لما بيطلعوا 10 يبقى عملوا قاعده فيها 500، يبقى صحيح. الدافع المادي اللي هم هيدفعوا بادجت كبير جدا على ان اتحاد هو اللي بيدفعه. فهناك بتبقى طبعا اتحادات بتبقى سبونسرز من شركات كبيره، لان هناك في الدول الاوروبيه خصوصا بيتعمل فيها بيقام فيها بطولات دوليه، البطوله لوحدها ممكن تكفي انها تصرف على يعني لعبه التنس في البلد كلها. طب ليه ما نعملش بطوله زي دي هنا؟ عندنا الملاعب في النادي الاهلي وعندنا الامكانيات وعندنا ونخرجها كويس وندعو لعيبه كتير ونعملها بطوله دوليه، المشكله؟ والله هي المشكله كلها ان انت تكلم الاتحاد الدولي وتاخد ميعاد جوه الكالندر بتاع الاتحاد الدولي يتحط فيه الاجنده، تحط فيه بطوله من البطولات الكبيره. ونشتغل على ده. احنا اوريدي عندنا بس مش في النادي الاهلي، يعني مصر فيها بس من البطولات كلها اللي هي اول ليفل. بنشتغل عليها، يعني قصدي اقول لك السباحه بيفكروا يعملوا بطوله دوليه للسباحه، هيعملوها في النادي الاهلي وعايزين يعملوها بطوله دوليه كبيره، اشتغل على ده، يعني اشتغل ان انت تفكر وتعمل نوايا صغيره، حتى لو انت عملتها نوايا وجي اللي وراك كمل واللي وراك كمل، بس يبقى في بطوله دوليه لنادي الاهلي التنس وعندنا امكانيات، عندنا ملاعب كتير وبتاع، نقدر نعمل بطوله زي دي. هو احنا كمان يعني في تخطيط المجلس، يعني مجلس الاداره مخطط في جزء لسه لم يبنى بعد في اهل الشيخ زايد، مخصص فيه مكان لملاعب تنس جديده غير الملاعب اللي موجوده. وبنحاول دلوقتي انا بتكلم مع مهندس مصطفى مدير اداره هندسيه ان هو اجيب له تصميم لملاعب بمدرجات بشكل معين، على اساس ان الشكل ده لما بنبعته للاتحاد الدولي ففي الاخر بيقبل ان احنا نقيم بطوله دوليه على المكان ده. في حاجات ستاندرد على فكره، انت ممكن ترفع ده، هو اللي ماسك طبعا دلوقتي المستشار مجلس الاداره الدكتور محمد يحيى، الحقيقه الراجل ما بيتاخرش، ولو عرضت عليه الموضوع ده اكيد هيحطه في حساباته، ليه في اراضي وفي مشاريع كبيره النادي الاهلي دخلها. طب انا عايز اتنقل بقى لموضوع تاني لان الموضوع ده كبير وعايزين نفرد له حلقه طبعا. العكس يعني ان شاء الله تبقى ضيفي في حلقه تانيه عشان يبقى احنا هنا نعمل نواه لبطوله التنس الدولي النادي الاهلي ان شاء الله. بالعكس يعني ممكن نجيب حد من الاداره الهندسيه يشرفنا، يعني الواحد بيحلم هنا انه يبقى في حاجه زي كده، ونتمنى الاحلام تتحقق. تتحقق بس هي عايزه بس ايه؟ متابعه. والحلم والموضوع كله اي حاجه كبيره بتبتدي بحلم، يعني طبعا بتبتدي بحلم. خلينا نتكلم عن، انتوا عملتوا ندوه من فتره قريبه عن التغذيه الرياضيه
وحضر فيها مجموعه كبيره من المهتمين والمختصين، النظام الغذائي للاعيبه التنس، ايه القصه؟ هقول لحضرتك حاجه، واحنا عملنا ندوتين مش ندوه واحده. طبعا الندوات دي كانت بتبقى دي لقطات منها على فكره، في بتبقى تحت اشراف مدير الجهاز دكتور طارق صبحي، وكان فكر مخطط الاحمال عندنا كابتن محمد رمضان. كان التفكير الاول بالنسبه الندوه الاولانيه اللي هي صناعه البطل، هو انت ازاي ولي الامر يتعامل مع الطفل ويطلب منه ايه وما يطلبش ايه، عشان ما يبقاش ولي الامر له تطلعات كبيره ويتصدم بامر بالارض الواقع، يلاقي نفسه دايما مش هو ده طموحه، لا انا كنت عايز اكتر من كده، لا هو المفروض اكتر من كده، فبيحبط. هي احنا اللي عايزين نقول ان لعبه التنس دي لعبه عمر، لعبه سنين طويله، التطور فيها بيجي بصعوبه جدا، بياخد وقت طويل جدا لاكتساب خبرات، لان في الاخر دي لعبه فرديه. اللعبه الفرديه انت بتكتسب خبراتها لوحدك، مشاعرك كلها بتتحكم فيك جوه الملعب لوحدك، محدش بيقدر يتدخل فيها. مش لعبه جماعيه، مش هيتدرب واضرب كل السبوت عليه. بالظبط، فعشان كده يعني انتوا بس مش الناحيه الغذائيه بس، ده كمان حتى الناحيه النفسيه تناولتوها في طبعا. لا ده دي كانت ندوه ثانيه. ندوه ثانيه؟ يعني عملنا ندوتين. الندوه الاولانيه صناعه البطل، ازاي تتعامل مع الطفل في جميع مراحله السنيه، المرحله هو صغير، يكبر شويه، لما يبتدي يخش في مجال المنافسه العنيفه تتعامل معاه ازاي، لما يكون لسه ما دخلش في المجال المنافسه لسه صغير المفروض ان هو هل يلعب تنس بس ولا هل يلعب كذا رياضه معاها، فطبعا كان لازم يلعب كذا رياضه معاها، لان هي الكروس تريننج ده دايما بيبقى مهم لتنميه عضلات هي ما بتشتغلش اصلا في لعبه التنس. صحيح. كل رياضه ليها سادس عضلات معين. صح. فاللي بيحصل ان انت العضلات الثانيه لو ما اشتغلتش عليها بتضمر، فالمفروض. صحيح. ان انت دايما تنميها. دي الندوه الاولى. دي الندوه الاولى. الندوه الثانيه بقى كانت على النظام الغذائي. النظام الغذائي. اللعيب المفروض نظامه الغذائي ازاي، بياكل ازاي، يعبي نفسه من حاجه اسمها الكربوهيدرات، دي اهم حاجه بالنسبه لنا عندنا الانرجي، وتاكل قد ايه، تاكل قبل الماتش بقد ايه، بعد الماتش بقد ايه، هل الغذاء بيفرق يوم الماتش بس ولا بيفرق من قبليها باسبوع، فهي طبعا ان هي جداً. هي عاده لازم اللعيب يتعود عليها، نظامه الغذائي يبقى بصفه مستمره، مش يوم الماتش بس يقول انا هحسن النظام الغذائي، مش هتلحق تاثر معاه في حاجه. صحيح، ومش في الاخر هيبقى النتيجه مش هتوصل للي انت عاوزه. لا على فكره، يعني من الاجهزه الفنيه القليله اللي خدت بالها من الموضوع ده وحاولت توجه لاعبينها ولاعباتها، وحاولت توجه ايضا اولياء الامور لنقطتين، النقطه النفسيه والنقطة الغذائية، دي مهمة جدا. انا الحقيقة بحييك جدا يا كابتن، وبحيي الجهاز الفني كله عندكم، لان احنا تابعناه وشفنا لقطات، لقطات اهي قدامنا في الـ في الـ في, الـ في الندوة، دي كانت في نادي الاهلي الجزيرة، يعني الحقيقة مجهود كبير يعني. طب قول لي يا كابتن بقى برضو، عشان الجمهور فاكر ان التنس نادي الاهلي الجزيرة يمكن هو الاعرق والاكبر. تمام. انتوا دلوقتي ما شاء الله بتشرفوا على ثلاث يعني أفرع. اكاديميات افرع. تمام. ان شاء الله الرابع جاي في 2019 طبعا باذن الله الفرع التجمع، فالموضوع صعب، بتعملوا ايه عشان تسيطروا على الاكاديميات دي كلها؟ احنا عندنا الاكاديميه في مدينه نصر، واكاديميه في اهل الشيخ زايد، وفي اكاديميه في اهل الجزيره، يمكن اكاديميه اهل الجزيره هي اصغرهم عشان المساحه اصغر، وكمان تدريبات الفرق بتبقى في اهل الجزيره، يمكن ما فيش تدريبات فرق كتيره في اهل مدينه نصر واهل الشيخ زايد، يمكن هي دي الحاجه اللي احنا هنعدلها ان شاء الله الموسم الجاي، ان هيبقى كل الفرق ليها تمرينات في الثلاث فروع. كويس. على اساس ان الاكاديميات الناس اللي بتمرن هناك لازم يبقى شايفين رول موديل زي ما بيقولوا، تطلع انا عايز اوصل لايه، اللعيب الفلاني هو ده اللي انا عايز ابقى زيه. فطبعا في مسؤولين على الاكاديميات للثلاث فروع، في مسؤول عن اكاديميه مدينه نصر، في مسؤول عن اكاديميه الشيخ زايد، وفي مدير قطاع الناشئين هو بيتولى الجزء ده، وانا يعني دايما بتابعه وبشرف معاه على التطورات اللي بتحصل ما بين اختيار اللعيبه، ما بين تطوراتهم، ما بين نقلهم من مرحله لمرحله، كابتن محمود عبد المجدي. وعلى فكره يمكن كابتن محمود عبد المجدي اللي هو مدير قطاع الناشئين دلوقتي هو كان بطل مصر ما شاء الله طبعا، يعني يمكن لحد اول السنه دي. يعني لسه خارج من الملعب. لسه خارج من الملعب، واكيد ادرى واحد بمشاكل بتقابل اللاعبين. طبعا هو في الحته دي فاهمها كويس جدا، وهو بيقدر يتعامل مع اللعيبه بصوره جميله جدا، لان انا دايما بقولها اللعيب مش هيحب اللعبه لان. صحيح. هو ما يعرفش حاجه عن اللعبه. صحيح. هو اللعيب هيحب المدرب اللي بيمرنه، زي ما انا في المدرسه هحب الماده. صحيح.
هو اللي حببك فيها، المدرس هو اللي بيحببك. طب خليني برضو اقول ان يعني في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا حصل افتتاح ملاعب جديده، يمكن في الشيخ زايد في نادي مدينه نصر حصل نقل الملاعب، وفي تطوير كمان هيحصل هناك. اكيد الملاعب دي هتديك قاعده اعرض، ولكن انت قلت نقطه مهمه وانا حابب ارجع لها تاني. السنتر كورت اللي كان في الجزيره فاكره طبعا، اكيد طبعا بقى باسكت وبقى تنس وبعد كده رجع تاني باسكت، يعني الملعب كان بتقام عليه بطولات كتيره دوليه. شايف انسب مكان او انسب فرع نقدر نعمل فيه نادي او ملعب تنس بمدرجات انهي فرع؟ والله هي المساحه في الشيخ زايد يمكن دي تعتبر انسب مكان. اللعيبة الدوليين اللي عايزين يجوا ما بيبقاش همهم قوي يتمشوا في البلد، هم همهم ان المكان يبقى يعني مجهز جامد جدا وعلى اعلى مستوى ومش محتاج يخرج بره. والثلاث ارباع الاجانب للاسف دلوقتي لما يجوا بيبقوا خايفين يتجولوا في مصر. يمكن احنا لما يعني مثلا يجي بطوله دوليه احنا بنعمل لهم زي رحلات ترفيهيه ونفرجهم على مثلا الاهرامات، يعني بيبقى فيه زي رحلات ليهم بتخرجهم من رهبة مصر الأمنية. صحيح. وكل مرة فعلا اللعيبة بترجع من مصر تقول لا احنا كان عندنا فكرة خاطئة تماما. صحيح. عنها يعني. فطبعا انا شايف ان فرع الشيخ زايد والجزء الجديد اللي يتبني فيه الملاعب هو ده انسب مكان، لو عملنا فيه سنتر كورت كبير وعملنا فيه ملاعب فرعية كويسة جدا على مقاييس عالمية. صحيح. نقدر وقتها نعمل البطولة الدولية ويبقى هو ده انسب مكان. ليه دايما الارض الملعب عندنا في مصر كلها اللي هي الحمرة، ليه ما بنفكرش نعمل ملاعب؟ يعني احنا بنشوف البطولات بتختلف ودرجاتها وبتختلف على حسب ارض الملعب، شوف تمام كذا ارض ملعب. ليه ما بنحاولش في مصر نعمل ده؟ ليه ما بنخليش ان عندنا مثلا في نادي الاهلي ملعب نجيله، مثلا ملعب ترتان، يعني ليه ما بننوعش ارضيه الملعب؟ هو بالنسبه لارضيه الملعب هي اهم حاجه فيها المناخ. يعني احنا بما ان احنا مناخ يعتبر حار شويه، صحراوي شويه، فالطبيعي ان الملاعب الحمراء هي انسب ملاعب للجو الحر. الملاعب الصلبه في الجو اللي احنا فيه ده الارض بتشقق، فما بتبقاش كويسه. وبالنسبه للنجيله لا صح. يمكن في الجو ده طبعا، لان هي عايزه دايما جو زي مثلا انجلترا. صح. جو على طول رطب وجو دايما درجه الحراره اعلى حاجه فيها مثلا بتوصل 16 درجه. صحيح. عشان النجيله تفضل عايشه وتفضل خضره طول السنه طبعا، لكن احنا بالنسبه لنا صعب النجيله، صعب جدا. حاولنا في وقت من الاوقات، يمكن كابتن اسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد الحالي هو كان في وقت من الاوقات تبنى الموضوع ده وافتتح ملعبين نجيله في على ما اظن في نادي القطاميه، وللاسف الفكره فشلت جدا بسبب المناخ والملاعب والارض باظت على طول. طب خلينا بقى من هنا نعمل بدايه وحلم السنتر كورت بتاع النادي الاهلي للتنس، وخلينا نعمل حلم كمان بطوله النادي الاهلي الدوليه للتنس. خلينا يعني انا قصدي اقول ان مش لازم الحلم يتحقق بكره. طبعا انت لو حطيت السبوت والميديا على بطوله النادي الاهلي كل سنه صدقني هيطلع لعيبه. خلينا انا ليه بقول كده، النادي الاهلي امكانيات كبيره جدا وولاده يقدروا يستغلوها. خلينا نقول محتاجين ملعب وان شاء الله نبتدي فيه ونعرضه، واكيد احنا الانتخابات 30/11 انا هتبنى الموضوع ده في ملوك الصالات هنا، ان يبقى فيه بلان ان في سواء في الجزيره او في الفرع الجديد التجمع او فرع الشيخ زايد يبقى فيه ملعب على اعلى مستوى ومجهز اعلى تجهيز للتنس. فخلينا نتبنى دي وخلي الحلم ده حلمك. والله انا اتمنى ان هو يبقى حلم النادي الاهلي مش حلمي انا، لان ايا كان انا او لو في يعني لو ربنا اراد ان يجي حد بعدي، بس اتمنى يكمل نفس الحلم. في الاخر حاجه زي دي بتنسب للنادي الاهلي وهو ده الاهم مش احنا. صحيح. وخليني برضو اقول لك انت بتشتكي من البادجت الماديات او حاجه، زي ما بتقول لو احنا نقدر نعمل سنتر كامل جوه النادي الاهلي، الموضوع ده على فكره مش مكلف. يعني ان انت تعمل ملعب ومدرجات الموضوع مش مكلف، ما انتش بتعمل سله مغطاه مثلا، موضوع اناره وارضيه ملعب ومدرجات، يعني الموضوع مش مكلف جدا، ما هوش مبنى بتعمل مبنى زي دي يبقى تحت المدرجات في جيم، في اكويبمنت تساعد اللعيبه. بتهيألي ده ممكن يبقى نوايا حتى لاي كامب لفرقه تيجي تعمل هنا او لعيبه. والله هقول لحضرتك حاجه، احنا لو تبنيناه زي ما حضرتك بتقول ان هو ما يبقاش مبنى، لا يا ريت يبقى مبنى ويا ريت يبقى حاجه مفخمه جدا، وقتها ممكن نعرف نجيب بطوله على اعلى مستوى. البطوله دي بتدر ربح حضرتك لا يمكن تتخيله عامل ازاي، من يعني سبونسرز وتذاكر للماتشات، ولو جه لعيب دولي حاجه طبعاً اسم طبعا كبير هنا. لا يعني القصه بتبقى مربحه جدا خاصة جدا خاصه يا كابتن. التنس ليه انا دايما بقول انها لعبه اللي بيتابعها الملوك، بيتابعها رؤساء الدول. تمام.
فلما بتيجي التنس تعمل بطوله كبيره زي كده وتعملها بامان والناس تيجي بكل امان تتحرك واللاعبين يتحركوا ويشوفوا مصر بجد على حقيقتها، الموضوع ده اكبر رساله ممكن تحصل او اكبر رساله ممكن توجهها للعالم كله. نتمنى من كل قلبنا. لان ليه بقول كده؟ مفيش في الدوله حتى الان ملعب كبير تنس يستضيف ده، هو كان نادي الجزيره اللي عنده سنتر كورت. هو الوحيد عشان كان بيستضيف بطوله من البطولات الكبيره اللي بحكي لحضرتك عليها اللي هي كانت بطوله مصر الدوليه، وكانت بتتعمل كل سنه في شهر مارس. كان بيجي فيها ابطال عالم، وكانت بطوله يعني مش قادر اقول لحضرتك بيفخر كل مصري ان في بطوله زي دي بتقام على انا حضرتها على فكره، بس وبعد كده سنتر كورت جه بعد كده او مش حضرتها يعني سمعت عنها وسمعت على كان بيحصل، وبعد كده سنتر كورت قلبوه ملعب باسكت لما لقوا ان التنس، ودي كانت اكبر غلطه لما قالوا ملعب هاندبول كده. هاندبول ما انا بقول لك، يعني هو الملعب ده ما شاء الله لف على كل الالعاب، بس هو كان لازم الدوله تحافظ عليه ما عندناش. انا فاكر كان حتى طرازه انجليزي كمان اكتر بالظبط، انا فاكر وكان تحتيه حتى الاوض والحاجات دي كلها خشب. خليني برضو ارجع اقول بعد اللائحه الماليه اللي اتطبقت والنادي الاهلي اقرها ليكم اكيد وانت قلت بدات تتفاوض مع لاعبين اللي سابوا النادي، وممكن اللائحه الماليه حضرتك قلت لي حته معينه ان في مساهمات هتحصل من النادي للبطولات، هل ممكن النادي يساهم في اللائحه الجديده اللعيب راح يشارك في بطوله خارجيه ولا لا؟ هو في مساهمه بس هي للاسف مساهمه لبطوله واحده بس. يعني احنا بنقول ان اللائحه دي نوايا للبطولات اللي بعد كده، على امل ان احنا لو ابتدينا نحقق حاجه، يعني لو طلع لعيب وحقق بطوله ممكن ابتدي اقدم مقترح ان يبقى بطولتين وبعدين يبقوا خمسه، لكن الاول ابدا بمساهمه واحده، ومع الوقت لو لقينا ان فعلا اللعيبه اللي بتسافر تعمل المساهمه دي فعلا عامله نتائج دوليه وفعلا فيهم النوايا زي ما حضرتك بتقول، نبتدي نتكلم سبونسرز، نبتدي نتكلم مع اداره النادي تاني، عندنا لعيبه ممكن تطلع تمثلنا دوليا، ممكن يبقى في الاخر اللعيب اللي بيظهر في التلفزيون السبونسر بتاعه مكتوب عليه النادي الاهلي. صحيح. طب خليني عايز اسالك سؤال عن التيم سيلكشن او ازاي بتختاروا اللاعبين للفرق، بس نشوف ده او نتجاوبنا على السؤال ده بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع وارجع اكمل كلامنا عن التنس الارضي، كلام مع لعبه العظماء واولاد الاكابر مع الكابتن شريف عادل المدير الفني. فاصل وارجع لحضراتكم سريع. اهلا بحضراتكم من جديد، بنكمل لقائنا مع الكابتن شريف عادل المدير الفني للتنس الارضي بالنادي الاهلي. كابتن كنت بسالك قبل الفاصل عن اختيار اللاعبين، ازاي بتختاروا اللاعبين للانضمام بالفريق؟ الاول احب اشرح ان لعبه التنس هي لعبه الاساس فرديه، لكن بيبقى فيها صوره جماعيه اللي هي منافسات الدوري. احنا عندنا 10 مراحل سنيه، 12 و14 و16 و18 وعمومي رجال وسيدات، ده الناشئين والناشئات. فهم 10 مراحل سنيه في منافسات فرديه بينظمها الاتحاد المصري للتنس على اساس النتائج اللي اللعيبه بتحققها في البطولات دي بيبقى ليهم زي تصنيف على الجمهوريه. احنا اختياراتنا للفريق هي بتصنيف الجمهوريه فقط لا غير، ولو حصل ان في لعيب عنده ترتيب دولي بيبقى فيه معادله الاتحاد بيعملها بيقول مثلا ان الترتيب الدولي رقم كذا بيعادله ترتيب محلي رقم كذا. جميل. فانا بعتبره كانه برضه ترتيب محلي، وباخد الترتيب بالاسبقيه بتاعت الترتيب، احنا لو لينا عدد معين للفرقه فباخد العدد بقدهم. واكتر من كده سيستم اعمى مش شايف اي حد. اكتر من كده لو انت عايز تنضم للفريق عندك الموسم تقدر تحسن من نفسك، تقدر تطور من نفسك. اهلا بيك في الفريق. وطبعا اهلا بيك في الفريق، لان احنا اي حد ممكن يوصل لمرحله ان هو يفيد النادي الاهلي احنا لا يمكن نتغاضى عنه ابدا، لان كان بيحصل اوقات كتير جدا اللعيبه بتبقى لسه يعني ما جات لهاش الطفره بتاعتها، وفجاه لما بيجي الطفره بيكون هو في الفتره دي بره الفرقه فبيتم استقطابه في انديه تانية. فاحنا في الحته دي احنا بنبقى حاسين بالولد وحاسين او بالبنت وحاسين ان هي ابتدت تخش في طور النمو في الحته دي، فبناخدها على طول تحت شعار تحت النادي الاهلي معانا على طول في الفريق، ويبقى ده النواه اللي احنا بنكمل بيها السنين اللي جايه. يعني يمكن النظام ده حقيقه نظام ناجح جدا، لان انت ما بتبصش على يعني خلينا نتكلم بامانه، كان في مشكله قبل كده بتحصل مع اولياء الامور واعضاء النادي، لا انا ابني احسن لا بنتي احسن، فانتوا حطيتوا السيستم ده يمكن من السنه اللي فاتت صحيح ولا من قبل؟ تمام. والسيستم ده قفل باب المشاكل دي خالص. هو يعني يمكن في وقت من الاوقات السيستم ده بيظلم لعيبه
بس اللعيب اللي هيتظلم، يعني انا دايما بقول اللعيب اللي هيتظلم تحت مظله سيستم واضح ما اتظلمش. صحيح، لانه ممكن يرجع تاني للسيستم ده. ما انا بقول لحضرتك السيستم فاتح دراعاته لاي حد ممكن في وقت من الاوقات ينمو او يتطور او يجي له الطفره بتاعته كلعيب ويعمل النتائج المطلوبه. النادي الاهلي ما بيقفش قدام اي حد، احنا صحيح. كنادي اهلي احنا نادي منافسه، احنا نادي دايما بنلعب على المركز الاول. يمكن بس حصلت مشكله السنه اللي فاتت في الدوري، عارفين واتكلمنا فيها واللائحة اتغيرت حاجة والله معلش يعني حصل خير، تغيير اللوائح وتغيير الـ 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 القوانين أثناء الموسم عشان يهدى الفوز لفرق بعينها، والله حاجة غريبة جدا. معلش الحمد لله بس احنا على ثقة من الاتحاد اللي جاي ده الحقيقة، يعني كابتن الشافعي لأن هو يعني راجل يعني نحتسبه على خبرة كبيرة جدا، هو كان راجل لعيب دولي فالحاجات دي مش يعني هتعدي عليه، أحسن من يعني هو يمكن أحسن واحد كان له ترتيب دولي على مستوى العالم وعمل نتائج مبهرة يعني. فنتمنى فعلا زي ما حضرتك بتقول إن الاتحاد ده يبقى فعلا يعني يقابل متطلباتنا بشكل احسن. وعندنا يعني ممثل داخل على النادي الاهلي كابتن محمد ابراهيم. يعني خد بالك انا متابع الانتخابات كلها، خد بالك تمام ده كان لعيب في النادي الاهلي. انا عارف انا عارف وهو كان كمان عمل معجزه انه كان مستقل ودخل لا يا باشا متابع انا كل حاجه وعارف ليه دخل، فهو كان لاعب انا قصدي اقول لك حتى اللي داخلين من خارج القايمه لعيبه، يعني مش حد دخيل على اللعبه او حد لعب مارسها، كل الناس اللي موجوده كلها ناس مارست اللعبه سنين وكلهم كانوا ابطال بالظبط. فنتمنى ان شاء الله ده ما يحصلش ان يحصل، اصل ده حصل في لعبتين الحقيقه السنه فاتت، التنس والسباحه، حصل تفصيله معينه كده عشان تروح لنادي معين باسمه. بس خلاص يعني ده ايا كان نادي الاهلي قادر، مش هنقف نعيط على سنه لا نادي طبعا قادر ان شاء الله نحاول على قد ما نقدر، ومع اللائحه دي هتقدر تستقطب لعيبه اكتر والرانكينج بتاعها احسن تمام. اكيد نتائجك في الجماعي هتبقى احسن طبعا. طب يعني احنا لحد دلوقتي في الدوري، احنا في دوري المجموعات الجزء الاول ست فرق، احنا لعبنا اربع ماتشات لحد دلوقتي الحمد لله كسبناهم كلهم الحمد لله. فاضل لنا الجمعه الجايه ان شاء الله ماتش مع الصيد صيد الدقي، يمكن ده ماتش صعب بس كم مرحله سنيه يا استاذ الصيد هتبقى؟ هو دايما هم العشر مراحل السنيه لازم العشر مراحل السنيه. لو انت عايز تلعب في دوري الممتاز الاتحاد بيشترط عليك ان انت لازم يبقى عندك العشر مراحل السنيه مكتمله، لو مش مكتملين بتلعب في دوري الدرجه الاولى. مجهود يعني تشكروا عليه يا كابتن، وانا الحقيقه سعيد جدا بلقائي معاك النهارده. انا اسعد طبعا والحقيقه يعني التنس لعبه انا بعشقها ومش انا لوحدي، نجوم العالم كلها بيحبوها، واكيد ان شاء الله نقف جنبكم في الفتره اللي جايه عشان تكونوا يعني على الخريطه العالميه، مش عايزين مصر يبقى الخريطه العالميه تاني ان شاء الله. يا كابتن نورتيني وشرفتيني، كابتن شريف عادل بوجودك ربنا يكرمك، المدير الفني لفريق النادي الاهلي للتنس الارضي نورتيني وشرفتيني، وان شاء الله لينا لقاءات كتيره في حلمنا الكبير بطوله النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله للتنس باذن الله. اعزائي المشاهدين مرت الفقره سريعا مع كابتن شريف عادل المدير الفني للتنس الارضي، شفنا لعبه ولاد الزواج زي ما بيقولوا المشاكل اللي عندها، شفنا لائحه جديده. هنطلع لفاصل سريع واستقبل ضيوفنا بقى في السباحه، هنغير البوصله من التنس للسباحه، في انجاز كبير حققته السباحه الاسبوع الماضي هنحط الضوء عليه، وهيكون معانا مجموعه كبيره من الجهاز الفني ومعانا احسن سباح عفوا احسن سباح واحسن سباحه في البطوله. هنروح فاصل سريع ما تروحوش بعيد، انتظرونا فاصل قصير وارجع لحضراتكم ونجوم السباحه.